السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم ومرحبا. نلتقي الآن مع الفصل الثاني من قصة عنترة بن شداد، وهو بعنوان البطل الثائر. الأهداف التي سنتناولها في هذا الفصل: التمهيد للفصل، مجمل أحداث الفصل، اللغويات، تفصيل الأحداث، تدريب، ختام. التمهيد: من هذا البطل؟ بالطبع هو عنترة. ما معنى ثائر؟ يعني هائج وغاضب. ولما هو ثائر؟ لما له من عقدة ومشكلة في عدم معرفة نسبه أو عدم اعتراف أبيه له، وإن هو كان بيحب عبلة ابنة عمه، ولكن طبعا ظروفه ضد هذا الحب، وكان فارس عبس، ولكن كان يظلم في تقدير القبيلة له. تعالوا مع بعض نشوف أحداث الفصل. في البداية هنشوف مجمل الأحداث. ضيق عنترة من قومه وحبه لشداد على الرغم من قسوته عليه. حبه المكتوم العبلة. 3. عنترة يخلو بنفسه. 4. نظرة شيبوب وعنترة إلى الحياة. 5. دوافع كراهية عنترة لأمه. 6. شيبوب يحذر عنترة من خداع الحب. 7. حب عظيم تهون أمامه كل التضحيات. 8. عبلة تتغنى بشعر عنترة. نبدأ اللغويات. يؤثر، يفضل، ثانية منعطف، منعطف وجمع ثنايا، لاحت، ظهرت، المتقد، المشتعل، هواجس، مخاوف، مفردها هاجس، فيافي اللي هي الصحراء الواسعة مفردها فيفات، الظليم اللي هو ذكر النعام جمع الظلمان، ثريدا فتة الخبز بالمرق، المفازة الصحراء جمعها مفاوز، الفلاة الصحراء جمعها فلوات وفلا، آلى إلى صار، يكتنفني يحبي، أغاريد غناء مفردها أغرودة، الجفاء غليظ وسيء الخلق مفردها الجافي، يسوم يذل، مباهن مفاخر، صروف مصائب الدهر مفردها صرف، الكلاب، الكلاب اللي هي الكماشة جمع كلاب. نبدأ الأحداث. لماذا لم يكن عنترة خائفا من غارة مفاجئة؟ كان في البداية هو قاعد لوحده ولم يكن خائفا، كان قاعد في الصحراء. ليه لم يكن خائفا؟ حيث كان شهر رجب المحرم القتال فيه، وكان العرب يقضون فيه مناسك حجهم ويقيمون أعياد آلهتهم. ما مصدر ثورة عنترة وحزنه؟ تاني هنجاوب. عنترة شعر بخطئه في إفصاحه عن تعلقه بعبل أمام الفتيات، دي من الفصل السابق، وكان يحس ثورة وغضبا وتعجبا من حاله فهو يدافع عن قومه ويجلب لهم النصر، ثم لا يجد منهم إلا الجحود والبخل، ولا يسمع منهم إلا عبد شداد. ما مشاعر عنترة نحو أبيه شداد؟ كان كلما يتذكر سيده شدادا أحس نحوه عطفا، فهو في نفسه صورة البطل والسيد والمعبود، وكان حبه لا يتزعزع له رغم قسوة شداد عليه أحيانا. عنترة يسير في الصحراء وتتمثل له صورة حبلة أينما يتحرك. بعد طول تأمل استقر عنترة على رأي، فما هو؟ أن يسأل أمه حقيقة نسبه لشداد، فإن كان أباه فلا يرضى بالعبودية، وإن كان غير ذلك فليقتل نفسه. دار حوار بين عنترة وشيبوب. تعالوا نشوف الحوار. قال شيبوب: أما إنك لحارس غافل، بئس حارس القوم أنت، تبعد عن منازل النساء وتخلو بنفسك في هذا الليل. فقال عنترة: لم يكن غيرك ليفعل ذلك أيها الخبيث، ألسنا في الشهر الحرام؟ قال شيبوب: هذا لا يمنع من يريد الانتقام. قال عنترة: صدقت، ولكن العدو لا يجرؤ على أن يقترب مني. قال شيبوب: إنك تناجي النجوم، ماذا قالت لك؟ فقال: تقول لي أيها العبد لما جئت إلى هذه الأرض؟ فقال شيبوب: كما جاء الناس جميعا تقذف بهم أمهاتهم إليها. فقال: صدقت، هي أمي سبب شقائي. فقال شيبوب: أهذا ما دفعك إلى السير؟ قال عنترة: نعم، إني أحبك يا شيبوب، أنت عندي أكرم من هؤلاء السادة، وإن كنت أخالفك في رأيك. فقال شيبوب: وأنا أحبك وأرثي لك من هذه الوساوس التي تؤرقك، ولكن دعني الآن، فإني تركت في خيمتي سريدا اللي هي الفتة. فقال له: عد إلى سريدك،
عد إلى سريرك، ولو كان قلبي فارغا لشركت. اجلس. بعد يعني بعد ما قال له كده، قال له على طول اجلس يا شيبوب وحدثني إني أحس كأنك أمي. فقال له شيبوب وهو يضحك: ليت زبيبة تسمعك، إنها حزينة عليك وأنت تعذبها بعنف قولك. فقال: ليتها لم تكن ولدتني، إني أمقتها، يعني أكرهها، إنها تراوغني، تكذب علي في الجواب كلما سألتها عن أبي. فقال: عذب نفسك، أما أنا فقد رضيت بأنني عبد شداد وابن زبيبة. أراد شيبوب أن يمضي، ولكن عنترة جذبه إليه بشدة فأجلسه، طبعا كان بعنف وهو ضعيف شيبوب. فقال له: إنك لفظ عنيف، أنت عنيف جدا. فقال له عنترة: ألا تؤاخذني، فإنني الليل سيء النفس، وأنت الرجل الذي أثق في عطفه إذا تحدثت إليه. فقال شيبوب: وأنا بالمثل لا أعرف لي صاحبا إلا أنت، ولكني أرى أن أمرك أوشك أن يصير عقدة لا بد من حلها. عنترة في الوقت ده كان بيسمع صوت غناء عبلة من بعيد، فقال: إن صوتها يقع في قلبي. فقال شيبوب: إنك عابد لها. فقال له عنترة: أنت لم تقاسي مثل حبي. وسكت الغناء. فقال عنترة: ما تلك العقدة التي تخشى منها؟ فقال شيبوب: إنك تعذب نفسك بهذا الحب، فهو وهم، وأخشى عليك منها ومن أهلها، وهي لا ترى فيك إلا مطربا. قال عنترة: إنك تكذب. فقال شيبوب: إنك تخدع نفسك، أتحسب أن عبلة ترضى بك زوجا؟ فقال عنترة: هي معنى حياتي وغاية أمالي. وهنا عاد صوت الغناء، فجذب عنترة أخاه من يده وصار نحو خيام، واقترب. فقال عنترة: إنها تغني بشعري يا شيبوب. فأسرع عنترة إليها، فلما رآه النسوة صحن: هذا عنترة. ووقعت عينه في عين عبلة، فقامت على استحياء ودخلت خبائها. وقضى عنترة الليل مع أخيه وقلبه يفيض بشر. هنا طبعا دايما بنختم بالتطبيق، وهتقروا القطعة وتجاوبوا على هذه الأسئلة، وبكده بنكون انتهينا من الفصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.